ترجعان فرسان لعبيا ولطويس وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من ساس انحب انحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من ساس انحب انحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي في العالي فرطين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي فرحنا بالسعد والنفايل يلا تملي فرحنا يلا تملي يلا تملي فرحنا بالسعد والنفايل يلا تملي فرحنا يلا تملي فرحنا يلا تملي Yeah.
وعيدكم مبارك، والله يجعلنا وياكم يا رب من العايدين والفايزين يا رب العالمين في أول أيام عيد الفطر المبارك. أعاد الله عليكم باليمن والبركات. مشاهدينا مثل ما عودناكم برنامج السارية مستمر معاكم لغاية ثالث أيام العيد مع جوائز ومفاجآت يوميا. إن شاء الله راح نقدم لكم سيارتين، فنقول عيدك مبارك يا حسن. عيدك مبارك وأيامك سعيدة إن شاء الله، تقبل الله صلاتك وصيامك وقيامك وأيضا كل مشاهدينا طبعا. إن شاء الله يكون هذا العيد مشاهدينا محمل ببشرى الخير والفرح والسعادة. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أهني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر السعيد. وأيضا نقدم خالص التهاني للداعم الأول لهذا البرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأيضا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ونتوجه لهم بالشكر الجزيل على كل ما قدمه ويقدمه لنا خلال هذا البرنامج من رعاية واهتمام ومحبة. أكيد إن شاء الله. مشاهدينا أيضا نشكر أو الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج طيلة شهرنا الفضيل وأيضا في أيام العيد المباركة. وأيضا نشكر شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده وشركة إبراهيم خليل كانوا. أما الحين يعني بما أن احنا دخلنا العيد مشاهدينا أكيد بننتقل إلى الفريج، المكان اللي كنا فيه أول الأيام معاكم، ونسوان الفريج وأم هلال وذباح العيد، وراجعين لكم إن شاء الله. السلام عليكم مشاهدين الكرام، يا هلا ويا مرحبا، وعسى عيد مبارك وتعتادون ان شاء الله السنه وكل سنه، حياكم الله، مسيكم بالخير، عساكم من عيد العيد. الحمد لله. شلونكم؟ عساكم طيبين. يا سلام قدوع العيد يا حجي. يا بنات يا هو يا بنات، يا سلام على قدوع العيد. ايه مشكورين، عم الله عليكم. اي والله يا سلام، بالعافيه يا حبيبتي، الله يعافيك سلمك، مشكوره. ايش سويته؟ طبخنا كل شيء بورز، كل شيء بورز، كل شيء بورز. يا سلام الجذور والخير كل شيء بورز. امس ما شاء الله ريوق العيد، وين رزينا من يخبر؟ وقلتوا لي هكم بعض من اخوياتنا رزوا غدا العيد. يطبخون الحمد لله. يا سلام عليكم. وهذا هي القعده، وهذا هي اليمعه، يعلها يمعتين ان شاء الله ما تنقطع يا ربي، يمعتين مباركه ان شاء الله، يعل عيد مبارك ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وموت محمد اجمعين. يا سلام يا سلام، الخضرة والإيه والدخون البخور اللي يحجي والروايح وهل المخلط على الانطريش القهوة إن شاء الله إن شاء الله. نعم يا سلام سلم، بسش من الشر، بس الله يسلم عمرك، بسش من الشر، الله يسلمكم، نعم الله عليكم، الله يسلمك، تفضلي. يا سلام يا سلام، تبين بعد؟ الله أكبر. ايه الله دي. أكبر. عطر والد الشيخ. ايه دعوس والد الشيخة. تفضلي. يا سلام يا سلام. ايه ما علي ما علي. الصلاة على النبي محمد. ايه بخور العيد. الروايح الزينة. بخور العيد وعطر العيد. تفضلي يا ابوي. لا لا.
أكرمكم الله، طيب الله فولكم. سلمك. طيب الله فولكم، طيب الله فولكم، الصلاة على النبي محمد. هذه العيد عندنا في البحرين. اي نعم. يمعة الحريم وقدوع العيد. تفضلوا. ومن عقب قد العيد شو استوى والنكب ينشب. نعم، وتجسم على الفريج والده. جسمون على الفريج. اي نعم. الفريج. اي والبنه. ينرز من فير. نعم. ولا تحكم الساعة 10. اي. الا ما شاء الله انشبوه قد العيد ووزعوه. هذه سلكنا للبحرين. ويا صلاة الظهر خلص. صلاة الظهر يبون غيره. صلاة الظهر راح القدي لأنه يتقدون الضحى. هذه موجب قد العيد. اي نعم. يرزونه قبل الفير. ما شاء الله ولا يصير الضحى العود. اللي هم انشبوا. انشبوا وجسموا. وجسموا. اي نعم. من بيت لبيت. من ليل اللي قص البصل واللي ينقي العيش واللي ياخذ العيش اذا برز وتنقى وقص له. والقصب قصب وروح بيته. اي نعم. ونقعوا اللحم. رزوه. اذن الصبح الا شد هو وين؟ الروايح. الروايح معليه. خذت الفريج كله. الحمد لله رب العالمين. بس الضحى انشبوه. انشبوه. اي نعم. راحت اللي عنده يهول خفاف يلا بيت فلان بيت فلان. نعم. بيت فلان. اي نعم. ومن عقب ما بعدت المسافات ما تبعد، تبعد للدروب ما تبعد للقلوب. السيارات. اي نعم. ودوا بيت الفلانيين ودوا بيت الفلانيين. اي نعم. صلوات على النبي يعني محمد. ما يظن الظهر الا الاوادم يبون غيره. اي 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 اي. يعلها عودتم ما تنقطع ان شاء الله. يعلها عودتم ما تنقطع. لا علينا ولا على شيوخنا اول باذن الله وحكامنا واهلنا. وشعبنا واهل ديرتنا كلهم. اللهم امين. اللهم امين. ادي الله عقبتني عليكم العافيه ونعم الله عليكم ولا قصرتوا. ذكرتونا بايام قبل والحين للحين هل البحرين متمسكين بعوداتهم. نعم. وتقاليدهم. نعم. يعلها عودتهم ما تنقطع. اللهم امين. بروح حق ولدي حسن وبنتي نايله. ما قعدش ما يمل لكن ايش نقدر نقول؟ اي عاد ايش نسوي؟ الحمد لله. ما باليد حيله. إيه نعم. اي نعم. اي نعم. مشاهدينا أجواء الفريج وأجواء العيد مع أم هلال ونسوان الفريج أكيد غير من خلال حديثهم وذكرياتهم عن أيام قبل وشنو كان يصير في أيام قبل. إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقول إن الجيل الجديد قاعد يتعلم من هذه المعلومات اللي قاعد يذكرونها لنا ولكل المشاهدين. إن شاء الله يا رب مثل ما ذكرت يا حسن. وفعلا إحنا أتوقع يعني إحنا أهل البحرين في أشياء ما زلنا محافظين عليها. أكيد طبعاً. يعني هذه طبخة العيد، ريوق العيد. أكيد. هذه كلها تعتبر يعني أشياء توارثناها من أجدادنا ومن تاريخنا، فيعني حافظنا عليها. والأكلات نفسها ما تغيرت. صحيح. والقدوع نفسها ما تغير. يمكن في أشياء فعلا تحدثت أو يعني أضيفت إلى الأطباق في العيد ولا إلى قدوع العيد، لكن ما زلنا محافظين على تراثنا وعلى هذه الأكلات الحلوة والشعبية. ويعني فعلا الجيل الجديد ما زال يحبها ترى. صحيح. ونفس ما ذكرت يمكن نيلة يعني حتى البنات الصغار الحين حتى يحبون يتحنون حتى. صح. في العيد يمكن. صح. شوي يمكن الجيل تغير ما يحبون الحنة مال، لكن تأثير هذا الموروث الشعبي الجميل عليهم واللي يرجعهم بذكريات تراثهم من خلال امهاتهم يداتهم ما زالوا يحرصون على طريقة لبس معينة تحديدا في اول العيد. صح. او طريقة الحنة شلون فعلا. اليوم طبعا بعد ما شاء الله عليك اليوم في اول عيد يا نيلة ما شاء الله يعني الألوان بتحكي عن التصميم ولا الألوان ما شاء الله من وين؟ طبعاً اليوم دراعة والبشت من عند محمد صالح الزري. يا سلام. ما شاء الله ما قصر معاي من بداية رمضان للحين وما قصروا معاي كل المصممين أكيد، لكن هذه هي البشت التقليدي والدراعة التقليدية البحرينية بالتطريز البحريني، فأوجه له الشكر يعني على اهتمامه فيني. ما قصر طوال هذه الفترة. ما قصر. أنت شلون اليوم الثوب؟ كالعادة الوجاهة إن شاء الله أشكرهم من خلال هذا برنامج قصر الوجه بعد ما قصروا معي من البدايات الى اليوم ومستمر معهم ان شاء الله لثالث عيد. يعطيهم العافيه. اكيد. شو نقول؟ نقول حق الناس يعني ما شاء الله يعني ياتنا ردود افعال جدا جميله على البرنامج، بالاضافه ان مفاجاتنا اليوم بتكون عديده. هي. اليوم ما في سياره واحده، اليوم في سيارتين.
هذه الاخبار اللي جاتنا امس من قبل السيد خليفه بن عبد الله القعود اكيد اللي يتكلم. يا هلا هلا يا مرحبا يا سلام بالخير. مساء الله بالخير مساء الفرح والسرور. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. عيدك مبارك. عساك من عواد عساك ان شاء الله من عيد العيد انت ومشاهدينا الكرام واهل البحرين. اللهم امين يا ربي. يا سلام. امين يا ربي. شال بيت في الذهب ذي الجميل. شكرا. هذا بعض ما عندكم يا سلام. من وين عاد؟ من وين؟ من وين؟ شلبيات الشيخ. يا سلام. تحتي على الغالي ام هلال. تحيه للاخت العزيزه منيره البن هندي. نعم نوجه لها تحيه اكيد نوجه لها البرنامج التحيه الجميله ويعلها تعتاد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا وانت داشه علينا ام هلال كنا نتكلم عن السيارات اليوم مهداه من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد للبرنامج. الله يحفظه ان شاء الله. فرحة الناس بأن اليوم غير السارية اللي بتطلع لهم إن شاء الله على خير، غير المسابقة اللي بيدخلون فيها، سيارتين في كل عيد. صلوات على النبي محمد. مشاعرنا البارحة تتذكرين؟ كل يوم سيارتين. كل يوم يعني كم سيارة نايلة؟ ست سيارات بإذن الله. المفروض أن اليوم بيكون السحب على سؤالين. السؤال الأول اللي كان سؤال السباق، السؤال الثاني اللي كان خاص بسؤال لجنة الموروث الشعبي. بنبتدي معاكم إن شاء الله السحب على أول سؤال معنا، سؤال السيارة. نشوف السؤال مع بعض ونرجع لكم علشان نشوف من الفائز. لا ما بنشوف السؤال. احنا خلاص؟ لان عرضنا السؤال يعني على طول. على طول ما شاء الله. نسحب عشان نشوف من سعيد الحظ. تلقون الإجابة على طول ان شاء الله. يلا ان شاء الله. المفروض انه بيكون هناك قرعه على الارقام معانا مشاهدينا بتكون على الشاشه. بنشوف راح يتم اختيار رقم من الارقام اللي موجوده على الشاشه باذن الله. سعيد الحاف في العيد يفرح. تكون فرحه العيد فرحتين ان شاء الله. فرحتين ما شاء الله. فرحتين عاد احنا مرتين عندنا فرحتين اليوم. اليوم فرحتين فرحتين مدبله الافراح اليوم عندنا باذن الله. يا رب ان شاء الله. نشوف على مين بترسي القرعه. يا سلام موجود على الشاشه. وقف على رقم معين. الحين احنا بنقوم نتصل فيهم. يا رب يعرفون الاجابه من البدايه. يا رب بسرعه. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا ومرحبا. معك نيله جناح. اكلمك من برنامج الساريه. من معانا؟ سلمان. سلمان والنعم. سلمان شنو؟ سلمان علي عبد الله. سلمان علي عبد الله. يا هلا فيك سلمان. سلمان متصلين فيك في السحب على السيارة. سؤالنا يقول وين كان سباق الخيل؟ في أي منطقة؟ شنو جوابك يا سلمان؟ سباق الخيل. سباق الخيل اللي عرضناه على الشاشة. تعرف الجواب؟ سلمان بشر. بشر يا سلمان. أحتاج مساعدة. لا ما عندنا وايد صعبة سباق السيارة يعني. السحب على السيارة إذا ما عندك إجابة ما نقدر إن إحنا نساعدك للأسف. فوين من مناطق لك. البحرين. نعتذر لك يا الغالي. بيكون معنا اتصال ثاني. مشاهدينا دائما نقول بأن سباق السيارة على طول من نسأل لازم تكونون أنتم جاهزين الإجابة لأن وايد ناس قاعد يشتركون وعارفين الإجابة فحرام وفعلا ما في أي مساعدة لأن إحنا مش في المسابقة الرئيسية اللي نقدر الثاني. نساعد. رقم جديد أم هلال. ها نقول الو. الو توكل على الله. الو لا لحين رن. لحين ننتظر يرن الحماس. ننتظر يرن. ايه الحماس القلب يدق. اي والله العظيم. عشان شي اقول لكم خلكم عند التليفونات. يا رب ويا ريت تعطونا الاجابه من اول شيء. يرن التليفون. يرن التليفون. يرن ويرجع القلب وياه. يرن ويرقع القلب مثل ما تقول نايله. احنا قلبنا قوم يرقع. الو مرحبا. مرحبتين. مساء الخير. مساء النور. مين معاي؟ وليد الدوادي. وليد الدوادي كل عام وانت بخير وعساك من عواده. معاك حسن محمد قاعد اكلمك من برنامج الساريه وتحديدا في سؤال السياره. اذا عرفت الاجابه يا الغالي على طول بتكسب معانا السياره ان شاء الله. شنو اجابتك على السؤال؟ الاجابه سويسرا. للاسف الاجابه خطا. قال سويسرا. لا الاجابه مو سويسرا. عندنا منطقه اسمها سويسرا. نشوف الرقم الجديد. يعني ودنا والله ان تعرفون الجواب من اول. اي بس مو يعني عندنا منطقه اسمها سويفرا لكن إيه؟ الجواب مو بسويفرا. بتشوف رقم ثاني. احنا هذه ثالث متصل. يا رب متصل. يا رب الثالثه ثابته. يا رب ام هلال الثالثه عاد عندك ان شاء الله. انت بارك فيك ان شاء الله. يثبت الرقم عندك الالو ان شاء الله. ثبت ثبت. يوم ما يتصلون في الكنترول ان شاء الله. ان شاء الله. توقعون اليوم شنو بنت اللي راح تفوز ولا ولد؟ ريال ولا مرة؟ اليوم شكله ريال. ريال بس عندنا سيارتين. يا رب بنية ويا رب ريال ان شاء الله. ثبت الرقم طبعا.
بيقومون بالاتصال بهذا الرقم من خلال كنترول ونشوف من معنا. يا رب يردون ان شاء الله. يا رب يا رب. تليفوني رن. مشاهدينا نتمنى ان فعلا تجاوبون من اول ما نسالكم السؤال على طول. على طول. يلا يا رب خير. لا تطولون على الرنه. الو مرحبا حياك الله عيدك مبارك. الله يحييك. ان شاء الله كل عام طيبين. من معون الله يسلمك. احمد زويد. احمد زويد والنعم. نكلمك من برنامج الساريه تلفزيون البحرين. ها اي نعم. جاهز للاجابه؟ امري ها. على السياره. السباق كان السباق كان وين؟ في اي منطقه من مناطق البحرين؟ بس خلنا بطل التلفزيون. ما بيكون في احمد الغالي. احمد ما بيكون في سؤال على التلفزيون. السؤال انعرض على مدار كم من يوم اللي طاف. واحنا على طول قاعد ناخذ ارقام. لازم الواحد يجاب علينا في نفس الوقت. احمد عندك الجواب ولا لا؟ عندك الجواب. يا رب يكون عندك الجواب. السباق كان في اي منطقه من مناطق البحرين اللي عرضوا لكم اول سباق؟ اول سباق خيل في البحرين كان في أي منطقة؟ ها أحمد. منطقة معروفة في البحرين. للأسف انقطع الخط أصلا من عند أحمد. ثالث اتصال ولحد الحين ما في أحد جاهز بالإجابة. طبعا السباق اللي عرضناه لكم هذه سباق موجود في البحرين، بس ودنا نعرف في أي منطقة كان هذه السباق. صحيح. هو أول سباق، بس في أي منطقة كان هالسباق اللي انعرض على طول هذه الأيام اللي فاتت؟ شفنا الفيديو، يعني شفنا الفيديو مع بعض كم من يوم، وأكدنا على الفيديو كذا مرة. يمكن وسائل التواصل الاجتماعي عرضت حتى هذا الفيديو عشان الناس تتعرف على الإجابة أسرع. نعتذر حق الناس اللي ما قاعد يعرفون يجاوبون بسرعة. يا ريت مثل ما قالت نيلة وأم هلال نتصل فيكم تكونون جاهزين بالإجابة علشان تكسبون السيارة. ثلاث اتصالات ما فازوا معنا لحد الحين. مشاهدينا تابعوا التلفزيون معانا هذه الأيام، لأن بنتم نعرض لكم الفيديوهات والأسئلة الخاصة بالسيارات المقدمة في برنامج السارية. عندنا سيارتين يومياً، سيارتين يا جماعة. نتمنى فعلاً من أول اتصال أن أنت ويحالفكم الحظ وتكون فعلاً السيارة من نصيبكم. يلا ثبت الرقم. رقم جديد. ثبت الرقم على أحد ولا ليه حين؟ نتصل. يا رب أحمد يتصلون. يا هلا مرحبا، مساء الخير. يا هلا يا ابوي مساء الخير. مرحبا، مين معاي الغالي؟ معك زايد. زايد. نعم. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا ابوي. زايد مين معاي؟ عفوا الاسم كامل. زايد صياد يا ابوي. زايد صياد؟ نعم. يا مرحبا فيك الغالي. الغالي أكلمك حسن محمد من تلفزيون البحرين برنامج السارية. سؤال السيارة، سؤال المسابقة. إيه؟ عارف الإجابة يا الغالي عشان تكسب السيارة؟ اي نعم يا ابوي نعم. شنو الإجابة؟ إيه؟ الإجابة سافرة. ها يا شنقول؟ سلام ثبت. شنقول؟ لا بعد واحدة ثبت. مبروك عليك يا زايد، ألف مبروك فعلا. تستاهل. المنطقة هي سافرة. مبروك عليك السيارة. تستاهل. ألف ألف مبروك يا زايد. فعلا السباق تأسس على عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها في ذاك الوقت. فعلا كان في سافرة. ألف مبروك. ألف مبروك يا زايد. مبروك. برت قلوبنا. الله يبارك فيكم. يلا الحمد لله، رسل الاتصال عليك ورست السيارة عليك. مبروك يا الغالي. شكرا جزيلا لك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. قدامنا سيارة واحدة إن شاء الله. سيارة الحين واحدة إن شاء الله. باقي واحدة بس مو الحين. لا بنأجلها شوي. طبعا سؤالنا الثاني حق اليوم للسيارة الثانية راح يكون: متى تم تأسيس لجنة رياضات الموروث الشعبي؟ السؤال على الشاشة، إن شاء الله راح نسحب على وقت ثاني اليوم خلال الحلقة على السيارة الثانية. خلكم يم التلفونات واللي يسلمكم، وإن شاء الله تكون عندكم الإجابة، وإن شاء الله يا رب تجاوبونا من أول اتصال على طول. إيه لأنه بيكون في ختام البرنامج، نبي الفرحة على طول تتم. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. أما الحين مشاهدينا خلونا نشوف معاكم سؤال مسابقة السيارة لبكرة وراجعين إن شاء الله. إن شاء الله. جسر بحري يربط الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية
تم افتتاحه من قبل المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، والمغفور له بإذن الله تعالى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. وقد سمي هذا الجسر بجسر الملك فهد نسبة إلى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبلغ طول هذا الجسر 25 كيلومتر بينما تجاوز عرضه 20 مترا. ويعد هذا الجسر أطول الجسور المقامة في الشرق الأوسط وأكثرها تكلفة، إضافة إلى كونه شريانا حيويا مهما يربط الشقيقتين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا واجتماعيا، كما يعد دلالة واضحة على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. شفنا الفيديو مع بعض، سؤالنا متى تم افتتاح جسر الملك فهد؟ هذه سؤالنا لبكرة إن شاء الله. نفس ما قلنا بكرة أيضا راح تكون عندنا سيارتين، فكونوا على استعداد إن أنتوا تكسبون معنا السيارتين وعلى طول تعرفون الإجابات. طبعا اليوم مشاهدينا زارونا الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية وقاموا بأداء طابور المنامة، أحد أكثر الطوابير الاستعراضية اللي كانت تؤديها شرطة البحرين تنظيما وأداء، كما هي شرطة البحرين على الدوام. أكيد كان الطابور يقام بشكل أسبوعي في صباح كل يوم أحد، وضم عدد كبير من فصائل الشرطة تتقدمهم الفرقة الموسيقية للشرطة وعدد كبير من الهجانة أو الخيالة. ينطلق الطابور من قلعة الديوان قلعة الشرطة مرورا بشارع عيسى الكبير وصولا إلى باب البحرين، ثم يعود مرة أخرى إلى القلعة. استمرت شرطة البحرين في أداء هذا الطابور خلال الثلاثينات وحتى الستينات من القرن الماضي، وكان أهل البحرين ينتظرون هذه الطابور أسبوعياً لما يضيفه من بهجة وفرح ويبث فيهم روح الوطنية، وساهم في انخراط الشباب البحريني لخدمة وطنهم من خلال شرطة البحرين. نشكر معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. خلونا نتابع هذا الاستعراض طابور المنامة وراجعين لكم إن شاء الله.
طبعا متواصلين معاكم وفرحة العيد معاكم مختلفة أكيد في برنامج السارية مشاهدينا معاكم أنا ونيل وأكيد أم هلال ومسابقتنا بادية. لكن أيضا في البداية حاب أشكر سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن عبد الله الخليفة رئيس نادي الرفاع الرياضي على هذه الكيكة الجميلة اللي بعثها لبرنامج السارية ولطاقم برنامج السارية. سعيدين كل السعادة بهذا التقدير الجميل من قبل سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن عبد الله الخليفة رئيس نادي الرفاع الرياضي، كل الشكر والتقدير لك. أيضا نشكر الشكر الكبير لشركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده على هذه الباقات الرائعة الجميلة اليوم بعثوها لنا إلى استديو السارية، عرفانا وتقديرا وشكرا لكل الطاقات الموجودة في هذا البرنامج. شكرا على ذوق الحواج دائما، يعني ما شاء الله عليهم كيف وموفي من خلال الجوائز والعطورات الفاخرة والعالمية اللي قاعد يقدمها للناس. وأيضا مبيض الوي معانا فنقول لك شكراً على أكيد. هذه الهدية الجميلة لنا ما قصرت ودائماً رايتك بيضة يا الحواج. شكراً لكم جميعاً، فعلاً بادرة ولفتة وايد حلوة منكم، فأكيد كل الشكر لكل الأشخاص اللي طرشوا لنا النقصات الحلوة للبرنامج من أول يوم رمضان وإلى اليوم مستمرين معنا. أكيد مشاهدينا مستمرين مع اتصالاتكم ومعنا أول اتصال ناصر المير بتكلمنا أمه. ألو مساء الخير يا أم ناصر. هلا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك، عيدك مبارك وعساك من عواده. عليكم بالصحه والعافيه. اللهم امين. شلون منورينا طول رمضان، منورينا وشارحين صدورنا على يا حبيبتي والله يا ناصر. تسلمين والله على الحلوه وعلى هالمكان الحلو المتعوب عليه. تسلمين يا الغاليه، تسلمين من ذوقك. ومبارك حق ملكنا الشيخ حمد الملك حمد ورئيس الوزراء الامير خليفه. ما تقصرين الغالية مناصر. عادنا سلمان. الله يخليك. الشباب بعد ناصر بن حمد بعد. أكيد. مشكورين كلكم على هالبرنامج. الله يخليك إن شاء الله. الله يخليك. مناصر من وين تكلمينا؟ والغالية أم هلال. موجودة الغالية. حياك الله يا حبيبتي، أهلا وسهلا. عساك من عيد العيد. أم ناصر الغالية. سلمت حبيبتي سلمت. أم ناصر الغالية من وين تكلمينا؟ من أي منطقة في البحرين؟ من قلالي حبيبتي. يا سلام عليك وهالقلالي حبيبتي، كلكم على راسنا من فوق. ينعم حالك. جاهزة حق المسابقة؟ يا رب تكونين جاهزة إن شاء الله. جاهزة حبيبتي، والله طول رمضان احنا جاهزين نعم. يا كل خير في العيد. إذا أنت جاهزة يا ناصر نروح وين؟ نروح حق القالية. يا سلام عليك. سلمتي حبيبتي. إن شاء الله أنت مستعدة وجاهزة. نشوف الديرة وين بترسيك، افتري الديرة. يلا يا مناصر نشوف الديرة وين راح ترسيك. قولي يا رب السارية يا مناصر، يمكن من البداية تطلع لك. يا رب. في الياه يا مناصر. وين الياه؟ الياه شمال. يا سلام. لا متابعتنا عدل مناصر ما شاء الله عليك. اسئلتك بتكون عن اللولو، تمام؟ انزين. سؤالك الاول بيكون معاي ان شاء الله. السؤال يقول أم ناصر، مملكتنا الغالية على مر العصور وبمختلف الحضارات اللي مرت فيها مثل دلمون وتايلس وأوال وغيرها، وصولا لإسم البحرين انعرفت على مر آلاف السنين باللولو الطبيعي واشتهرت فيه حتى قبل الميلاد، ولهالسبب تحديدا ارتبط اسم البحرين بمسميات عديدة كونها منبع اللولو الطبيعي، مثل هالأسماء أرض الخلود، هبة اللؤلؤ، أو لؤلؤة الخليج. سؤالك الحين يقول لك من أنواع اللؤلؤ نوع يسمونه البصلي، تعرفين ذي اللون؟ البصلي. يا سلام. سؤالك الحين لماذا يطلقون عليه لون البصلي؟ هل لأن لونه لون البصل، أو لأن شكله على شكل البصل، أو لأن ريحته ريحة البصل؟ مع أن أنا شك ريحته لا يعني. لا لون البصل. بس مثبت. يا سلام ثبت. مثبت لك. نعم يا مناصر. كفو عليك. 100 دينار من شركة بتلكو وثبتت لك أم هلال. أم ناصر. هلا مرحبا. هلا فيك يا الغالية، موصلة معنا ما فيها خسارة. أكيد بس سؤالك أكيد هالمرة عند الغالية أم هلال. نتشرف. اي نعم.
السؤال يقول ماذا يسمى، لأن احنا في المحار ايه وفي اللولو. نعم. فسؤالك يقول ماذا يسمى لحم المحارة؟ هل سمعي الخيارات، انتبهي حق الخيارات. خروط. هل يا سلام ما تبغى ما تمحل جاوبت ما شاء الله ناصر جاوبت ما شاء الله عليها تبارك الله عليها يا سلام ما شاء الله ثبت على كم لا توقفون على كم نثبت المبلغ ثبت على 300 دينار يا سلام يا سلام عليك يا مهلات 300 من شركة بتلكو تستاهلين ثبت على 300 دينار اسمه خروط ام ناصر هلا عزيزتي ام واصله ولا بتكتفين أنا يتروالي واصلك إن أجوبتك زينة إن شاء الله نواصل عمري. نواصل إن شاء الله حبيبتي يقول لك سؤالك الثالث اللي بقيمة 500 دينار أكيد كل لولوة تختلف بدرجة الجودة والجمال أي شيء كلنا نعرفه شو اسم اللولوة الأجمل والأغلى ثمن شو يسمونها الدانة يا سلام دانة ثبت من غير كلمات صلينا على النبي محمد ثبت وتستاهلين يا الغالية هذه 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو وأيضا فوقهم مجموعة عطور فخمة بقيمة 200 دينار مقدمة من الحواج عاد يوم ناصر عاد يوم ناصر الله يعافيك إن شاء الله عاد يوم ناصر هلا بدي أقول لك معلومة إضافية خير حبيبتي الخير بويهك وملفات يقول لك إنه يقال حق أجمل اللولو أغلاها جي ون بالإنجليزي جي ون جي ون بالإنجليزي معناته الدرجة الأولى يقول الدانة وبالهندية يسمونه جوان يعني حلوة جميلة والدانة معروفة إنها أغلاهم وأجملهم وكل ما كونها كل ما كان لونها أبيض ومشرب كذي بحمرة خفيفة كانت أحسن يا سلام أحسن صحيح بس الحين الأحسن طبعاً مناصر 500 الحمد لله بالإضافة لله إلى الهدية المقدمة من شركة الحواج ويعطيكم العافية حبايبي الله يعافيك إن شاء الله يا حبيبتي الله يخليك يا الغالية وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية آمين يا رب لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله يا رب الحمد لله. الحمد لله ننتقل نواصل ها نقول إيه؟ الو مساء الخير الاتصال الثاني معنا عايشة الدوسري مساك الله بالخير عايشة هلا مساء الخير عيدك مبارك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة يا رب عايشة من وين تكلمينا من الرفاع من الرفاع والنعم فيك وأهل الرفاع كلهم عايشة نبي حماس كذي وترفعين صوتك معنا شوي جاهزة عايشة جاهزة. اللي جاهز وين يروح مين؟ أم هلال يا سلام عند الغالي أم هلال ونشوف الديرة سلمتك. وين بترسيج سمي أم يا سلام عليك انتبهي وخذي بولك نشوف الديرة أول وين بترسيج افتري الديرة يا سلام يا رب عايشة قولي يا رب السارية يا رب السارية خلنا نسمع صوتك في الدعوة يا رب يا الله ها شلون؟ في قطب عايشة تعرفين وين قطب؟ جنوب جنوب لا ما شاء الله عليك لا واعية أسئلتك بتكون إن شاء الله في الفنون التشكيلية عايشة بنشوف معاك صورة أو لوحة وبنرجع إن شاء الله نتواصل خلينا نشوف هاي الصورة نشوف هذه الصورة اللي هي عبارة عن لوحة عايشة بتطلع لك الصورة اللوحة هذه عنوانها العذاب الأبدي وهي تصور لمعاناة الغاصة أيام أول فنان اللي بنسأل عنه من أبرز رواد الفن التشكيلي وأيضاً رسام كاريكاتيري في أحد الصحف البحرينية وايد مشهور على فكرة ودائماً كنا نتابع الرسومات الكاريكاتيرية اللي كان يسويها ودائماً كان يبها بطريقة سخرية جداً جميلة سؤالي لك من هو هذا الفنان؟ أعطيك خيارات عايشة؟ عبد الله مين؟ ثبت خلاص بعد انا شلعت خيارات ثبت يا سلام عليك يا عايشة من غير خيارات ما شاء الله عليك يا سلام عليك يا عايشة نشوف الصورة مع بعض عايشة طبعا انت فزتي بالمية دينار هذه هو طبعا الفنان عبد الله المحرقي اقام فناننا طوال مسيرته
الفنية الطويلة العديد ما شاء الله عليه من المعارض سواء في الدول العربية أو الأسيوية وما شاء الله حتى وصل إلى الدول الأوروبية وحصد ما شاء الله عليه الكثير من الجوائز العالمية. نقول له من خلال برنامج الساري نفتخر فيك والله يعطيك الصحة والعافية. عايشة لمية الحمد لله عندنا نواصل 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 عاد عند الغالية أم هلال هالمرة. إيه سؤال عند أم هلال إن شاء الله. خلنا نشوف اللوحة وراجعين. طلعت لك الصورة عايشة؟ نعم. هذه اللوحة اللي نشوفها على الشاشة تجسيد واقعي للسارية الرمز الخالد وتصور الفنان للحظة اللي تم في نصبها على أرض البحرين. ها السؤال، اسم اللوحة سارية العز، فمن هو الفنان صاحب هذه اللوحة؟ الخيارات: راشد سوار، أحمد باشر، ولا الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة؟ الشيخ راشد. يا سلام ثبت. ما شاء الله المعلومات جدا قوية تبارك الله. اي ما شاء الله عليك. الله يحفظها. نشوف معاكم الصورة على الشاشة. فعلا هذه هو الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية. قام بالرسم على مدى 40 عام، خاض من خلالها مختلف المدارس الفنية مثل الواقعية والانطباعي، وقام عدة معارض في بيروت والأردن وإيطاليا وأمريكا بالإضافة إلى البحرين. عايشة عايشة ما الله عدوك، بتواصلين حق 500 ولا بتكتفين بال300؟ لا إن شاء الله بتواصلين؟ عيال خلينا نشوف على الشاشة هذه الصورة وبنسألك من بعدها السؤال. فناننا طبعا رئيس جمعية البحرين للفن المعاصر، هو من أبرز رواد الحركة التشكيلية في البحرين ومنطقة الخليج، تجلت ثقافته الفنية إلى واقع أبدي. هو رائد المدرسة الفنية الدلمونية واستلهم الكثير من لوحاته من الأختام الدلمونية، وله متحف يحمل اسمه في مدينة المحرق. من هو هالفنان؟ من هو يا عايشة؟ ها من؟ نعم الشيخ راشد بن خليفة. الشيخ راشد آل خليفة. أثبت الجواب؟ إذا صح ثبتي. أثبت؟ نعم. عبد الكريم العريض. أثبت. قولي لي إجابتك الأخيرة يا عايشة واللي سلمت. خلص الوقت عايشة. الجواب هو راشد العريفي، هو الفنان اللي شفنا لوحته قبل شوي على الشاشة. يعني للأسف عايشة رجعتي لل100 دينار، وايضا هذا هو راشد العريفي نشوف صورته على الشاشه. تستاهلين يا عايشه ال100 دينار المقدمه من شركه بتلكو بالاضافه الى 100 دينار من العطور الفخمه مقدمه من شركه الحواد. نعم يعني ان شاء الله مثل ما قلنا باذن الله ما في خساره، مع ان ام هلال على طول اشوف النظره دي مالت الزعل. انا ازعل واللي سلمك لا تزعلين. لا تزعلين ان شاء الله. لا زعلانه. لا ما عليش ان شاء الله راضيه هي. وازعلانه بذي الطريقه ما عليش. انزين سما وتفضلوا. يا سلام عليك. تفضلوا. ماصين ان شاء الله معاكم اكيد مشاهدينا مسابقه والاتصالات معاكم اكيد. عندنا اتصال جديد قبل الاتصال. وين نروح؟ نروح الفريج اكيد مع نسوان الفريج وناخذ طلع عليهم وراجعين ان شاء الله.
أكيد متواصلين معاكم من مسابقة السارية، لكن خلونا نطلع فاصل سريع وراجعين نتواصل معاكم بإذن الله، لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه من الساريه وعيد الساريه. سمحوا لنا نرجع نكرر الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج، وشركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، وشركة إبراهيم خليل كانوا. نعم، ودنا طبعا نذكر مشاهدينا بطريقة المشاركة في اليومين الجايين للبرنامج إن شاء الله. كل ما عليكم الدخول للموقع الإلكتروني اللي موجود أسفل الشاشة، سجلون البيانات كالعادة، الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي بإذن الله. خلال هاليومين ما نخلص البرنامج اللي احنا متصلين فيكم وفايزين معانا ان شاء الله. واكيد اللي ما يتابعنا على التلفزيون يمكن انه هو ممكن انه هو يتابع البث المباشر لبرنامج السارية واسماء الفائزين في المسابقة، تقدرون تحصلونهم على حساب الموروث الشعبي من خلال تطبيق الانستغرام. طبعا الحين بنشوف سؤال مسابقتنا الثاني لبكره، لان مثل ما تدرون عندنا سيارتين، السؤال الاول اللي سمعناه بنروح الى السؤال الثاني وراجعين لكم ان شاء الله. جسر بحري يربط الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تم افتتاحه من قبل المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والمغفور له بإذن الله تعالى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. وقد سمي هذا الجسر بجسر الملك فهد نسبة إلى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبلغ طول هذا الجسر 25 كيلومتر بينما تجاوز عرضه 20 مترا. ويعد هذا الجسر أطول الجسور المقامة في الشرق الأوسط وأكثرها تكلفة، إضافة إلى كونه شريانا حيويا مهما يربط الشقيقتين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا واجتماعيا، كما يعد دلالة واضحة على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. سؤالين للفوز بالسيارة في ثاني يوم العيد. أول سؤال الفيديو شفتوه مع بعض، متى تم افتتاح جسر الملك فهد؟ أما السؤال الثاني نيلة، طبعا السؤال الثاني لأهلكم للفوز بالسيارة الثانية لثاني يوم العيد إن شاء الله، كم عدد البطولات اللي نظمتها لجنة رياضات الموروث الشعبي سنة 2019؟ السؤال موجود على الشاشة وإن شاء الله يا رب تجاوبون السؤالين
ويكونون من نصيبكم السيارات. سؤالين وسيارتين اليوم، فزنا بسيارة وبكت سيارة واحدة، إن شاء الله بتكون من نصيب واحد من الفائزين. ومثل ما أقول يفرح بالعيد فرحتين إن شاء الله. بكون متواصلين معاكم أكيد في المسابقة واتصالات جديدة معنا. عيسى عبد الله مساك الله بالخير عيسى، وعيدك مبارك. عيدك مبارك، كل عام وانتم بخير حبيبي، عساك من عواد إن شاء الله. الله يعود علينا. الله يخليك عيسى. من وين تكلمنا؟ من الرفاع. الله من الرفاع والنعم. نعم. فيك وأهل الرفاع. عيسى جاهزين كذي ناخذ هدية حلوة في العيد إن شاء الله؟ جاهز حدي وشباب. يا سلام عليك، دام جاهز حدك نروح على طول عند الغالي أم هلال ونشوف الديرة إن شاء الله، ترسيك على السارية يا رب. يلا يا أم هلال الغالية. يا هلا يما. معاك عيسى إن شاء الله. أنت جاهز بإذن الله؟ حدنا جاهزين إن شاء الله. نشوف الديرة وين بترسيك. ترّي الديرة. قول يلا السارية عيسى. يا رب يا رب عيسى السارية. يا رب السارية. عيسى ما سمعت يا رب منك. عيسى يا رب يا رب. مطلع ما طلعت السارية لكن طلع لك مطلع. وين مطلع عيسى؟ والله يفداك الكذب ما عارفه. مطلع الكذب ما عارفه. يعجبني الإنسان الصريح. صريح بس نعطي المعلومة. من بداية البرنامج وأنا أقول مطلع مكان شروق الشمس، مطلع هي شرق. طبعا أسئلتك راح تكون عن العملات، فقبل أسألك السؤال خلنا نشوف الصورة وراجعين أسألك السؤال. عيسى دمي. سم الله عدوك. المعروف إن عملتنا البحرينية حتى قبل الستينات كانت الروبية الهندية، وكانت في البداية تساوي 16 آنة، وكل آنة 4 بيزات، وكل بيزة 3 باي. لكن في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه تم استبدال الروبية بالدينار. سؤالنا لك يا عيسى، وإن شاء الله تكون تعرف الجواب، في أي عام كان ذلك؟ متى تم الاستبدال؟ أعطيك الخيارات؟ أعطي أعطي مهلال الخيارات وعطيني إياها. إيش رأيك أنا أقول لك على وزن مهلال؟ يبي يختصر الموضوع نيله. اسمعني عيسى. أسمعك. خياراتك تقول 1964، 1965، ولا 1966؟ هذا هي. واحدة. 65. ثبت. 1965. ثبت. مبروك عليك 100 دينار. مبروك مبروك يا عيسى. بس عيسى يعني تشنيبك مو بواثق فينا. شلون الموضوع يا عيسى؟ السؤال الثاني عندي. بيدور عليك بيدور عليكم. السؤال الثاني عندي، ما تخاف أطابعك. ومواصلين إن شاء الله عيسى. الواحد مياول تليفونه بارزين. يا سلام. بارزين. زين زين. سؤالك الثاني عيسى بعد بيكون عن العملات. جاهز حق السؤال عيسى الغالي؟ جاهز. يقول لك المعروف عن الشقيقة إمارة أبو ظبي إن عملتها الحين شنو عيسى؟ الدرهم. الدرهم. درهم إماراتي. لكن شنو هي العملة المتداولة فيها قبل الدرهم؟ أعطيك خيارات. توكل على الله. يا سلام عليك. هل الدولار الأمريكي أو الريال العماني أو الدينار البحريني؟ أحب. يا سلام على البحريني والله. بحرين نور العين يقول لك. دينار البحريني. بحرين نور العين. يا سلام. ثبت ثبت على الدينار البحريني. ثبت على الدينار البحريني. بس أنت ما كسب دينار بحريني الحين، كاسب معنا 300 دينار بحريني من شركة بتلكو الغالي. تستاهل كل خير. تواصل. أواصل أخي ولا تدري ماي. يا سلام عليك. بس قبلها طبعا خلني أقول لك بأن الدينار البحريني وبعد أن تخلت الإمارة عن الروبية الهندية وظل الدينار متداول كعملة رسمية حتى سنة 1970. هذه بتحصلها في الجوجل ما توقع. ها هذه عندنا احنا في السارية. سؤال بيكون عن مين الحين؟ السؤال عند أم هلال اللي طالب فيها من البداية عيسى. يا مرحبا. السؤال عندي. يا مرحبا مرحبا بك. اسمع يما عيسى، 20 ثانية طبعا حق الانتظار، يعني ما تنتظر العشرين ثانية تروح. بعدين ما في خيارات، وهي بعد عن العملات بس ما في خيارات. فأنت بإذن الله مستعد حق السؤال؟ لا بتهون وبتتم على 300.
توكل على الله، توكل على الله. توكل على الله، ترى السؤال شويه يعني لك عليه. ها بتم؟ لا لا مواصلين مواصلين. ها نواصل؟ ايه نواصل؟ نواصل نواصل يا ام هلال نواصل. السؤال يقول البحرين والكويت والعراق وتونس والجزائر كلهم يتداولون العملة اسمها الدينار، فما هي أصل كلمة دينار؟ يمديك جوجل يمديك. ها ديناريوس قال ديناريوس قال ديناريوس ديناريوس. ثبت يا سلام عليك. يلا 500 دينار مقدمة لك من شركة بتلكو، وفوقهم هدايا عطور عالمية من شركة يوسف الحواج. يا سلام عليك. ما قصرتوا. يا سلام يا سلام عليك يا عيسى، ألف مبروك عليك كل الجوائز يا الغالي. أكيد مشاهدينا راح نكون متواصلين. نعم عندك معلومة أم هلال تقولينها؟ ما عندك معلومة قلتيها؟ ما عندك معلومة؟ في مع الديناريوس ما قلتي ما كملتيها ما قلتي الديناريوس. الديناريوس الديناريوس الإغريقية. الديناريوس الإغريقية. ديناريوس من فرحتي بفوزه. الإغريقية طلعت هي طلعت إغريقية أم هلال. إغريقية ديناريوس إغريقي. إغريقي يا سلام على الإغريقي. أما الحين مشاهدينا أكيد بننتقل بنشوف فن جميل للعرضة البحرينية وراجعين معاكم في السارية. حر انت على بالرفاع، حر انت على بالرفاع. Oh,
عرضه هذا الفن الراقي والعريق، واللي نفتخر أن تكون من الفنون اللي موجودة عندنا في مملكة البحرين. أكيد طبعا أكيد. مستمرين معاكم مشاهدين، وعندنا اتصال جديد معانا. أمينة 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 معانا على الهواء. أي نعم. يا سلام أمينة معانا. ألو أمينة مساء الخير. مساء النور. عيدك مبارك. مبارك عساس من عوادة إن شاء الله. أمينة شلون شفتي المسابقات من أول يوم رمضان لليوم؟ إن شاء الله تعرفين بعض الأجوبة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طمنتيني وريحتيني. من وين تكلمينا أمينة؟ من أم الحصم. من أم الحصم والنعم فيك وأهل أم الحصم كلهم. جاهزة حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نروح وين؟ عند الغالي أم هلال. نروح عند أم هلال. يا سلام. يا هلا ويا مرحبا بك يا أمينة حبيبتي. إن شاء الله أنت جاهزة ومستعدة؟ إيه إن شاء الله. يلا نشوف الديرة وين بترسيك. افتري الديرة أمينة. يا رب إن شاء الله سارية. نيلة شو تقولين؟ سارية. ما شفناها لحد الحين اليوم. إي والله ما شفنا. يا رب خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. أمينة وصلنا قطب. وين قطب؟ اتجاهنا قطب جنوب. يا سلام عليك. أسئلتك بتكون في فن العرض، وإحنا قبل شوي شفنا هذا الفن الجميل. جاهزة؟ اي جاهزه. يا سلام عليك. ركزي معايا عدل. امينه الله يخليك. طبعا امينه هذا الفن اللي ساهم الجميع في ادائه فن رجولي يحتفي بالشجاعه وبالنخوه بسائر الصفات المحبوبه عند العرب، وما يتوانى حتى كبار القوم عن النزول في الميدان حاملين معاهم سيوفهم ويشاركون الجميع في هذا الرقص والاداء. نعم فن العرضه او مثل ما نقول احنا الرزيف معروفة في الخليج وأيضا في الجزيرة العربية، والمتتبع للأشعار يجدها في أغراض الفخر والحماسة وطاعة ولي الأمر وسائر ما يبعث في النفس من خصلة للنخوة وحب الوطن. وطبعا ما في مجال في العرضة للأشعار يا العاطفية أو الغزلية، لكن بعض الجماعة الشعبية يتغنون بأشعار غزلية وهم في طريقهم للميدان أو وقت الراحة، وأيضا لما يرجعون لبيوتهم، وعطوا هذا الفن اسم خاص. سؤالي لك الحين أمينة، ما هو اسم هذا الفن؟ أعطيك خيارات؟ أي نعم. هل يسمونها عرضة الوناسة أو عرضة مشي أو المشاية أو عرضة الردة؟ شو تقولين أمينة؟ أنت عادة تمشين في الممشى؟ تروحين تمشين؟ اي نعم. يا سلام. عرضة المشاية. المين؟ المشاية. نعم ثبتت. نعم ثبت. نعم مبروك عليك 100 دينار من شركة بتلكو يا أمينة. بداية ألف خير. مبروك. ألف مبروك يا أمينة. أمينة إن شاء الله مواصلة ما فيها خسارة. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أمينة سؤالك الثاني راح يكون أيضا في العرضة، لكن هالمرة سؤالك راح يكون ماذا تسمى فنون العرضة في سلطنة عمان؟ أعطيت خيارات؟ صبري عاد بعطيت خيارات. سمعيني، هل يسمونها الرزيف ولا يسمونها العرضة ولا يسمونها الرزحة؟ الرزحة. الرزحة. يا سلام. وانت صح. يا سلام. ثبت ثبت. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهلين يا أمينة. يا سلام عليك أمينة، وصلتي 300 ويام دام يبنى طاري سلطنة عمان. كل التحية والأمنيات الطيبة طبعا، ونعايد على أخواننا في سلطنة عمان الشقيقة يتابعونا بشكل جدا كبير، أوجه لهم تحية من أكيد. برنامج الساري أكيد لكل متابعينا في سلطنة عمان. أمينة الخليج إن شاء الله بعد أكيد طبعا. أمينة نعم. أقول لك بالعماني تو تواصلي؟ بتواصلين إن شاء الله. إن شاء الله نواصل مع أم هلال وفيها 500. يا رب خير. يا رب خير. خير يلا بنواصل. قالت بتواصل خير. أمين أم هلال. أمينة حبيبتي ترى ركزي أمي 20 ثانية إن شاء الله وما في خيارات إن شاء الله. ها لا مو بعن شيء إن شاء الله، بس أنتي إذا ما جاوبتي في هالعشرين الثانية ترى تردين 100 دينار إن شاء الله. نحاول وأنتي ما تقاطرين. شلون يعني؟ ما في خيارات. نواصل ان شاء الله. تواصلين؟ اي نعم. برايك يعني انزين نواصل.
السؤال يقول: ماذا تسمى العرضة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ 20 ثانية. ها؟ العيالة. يا سلام يا سلام عليك، ثبت يا سلام، تستاهلين ال500 دينار. 500 وشنو بعد؟ شنو غير 500؟ بقولها يا سلام. ايه 500 دينار مقدمة من شركة بتلكوم، و200 دينار مجموعة عطورات فاخرة وعالمية. نعم. من شركة الحواج. كانت خايفة أم هلال، أنا تحمست لأن أنت كنت متخوفة أن هي ما تفوز. لا فمن وناست من وناسة كانت والناس معاك. عاد شنو هي العيالة؟ ما قلنا حق الناس إيه شنو العيالة؟ معلومة مهمة بعد. أكيد ضروري. طبعا زي. العيالة للي ما يعرف شنو العيالة، نقولها العيالة. قولي من هي العيالة. العيالة تقنى تعني إيه؟ المعتدون وكأنهم بالعرضة، والأغاني الحماسية يكونون على أتم استعداد لرد المعتدون أو العيال. يا سلام. هذه العيال ومسموها. صح لسانك يا الوردة. سلم. حبيبة قلبي أم هلال الغالية. طبعاً عقب ما أمينة أخذت 500 دينار. نعم. وأنت وجهت التحية والمعايدة حق أهل عمان، طبعاً أنا أنتهز هذه الفرصة وعايد كل أهل الخليج، لأن ما شاء الله تينا المسجات وتهل علينا من كل أهل الخليج، سواء أهل الإمارات، أهل السعودية، أهل الكويت، من كل مكان يطرشون لنا مسجات، ويعني إحنا سعيدين جداً إن إحنا نطلع عليكم يومياً، ويعني تستانسون معانا وانتم قاعدين في بيوتكم. والله يوميا يفرحونا بمسجات وبكلامهم الطيب عن البرنامج ومسابقتنا. اكيد راح تظل مستمره معاكم في العديد من الجوائز. بنستمر نستمر ان شاء الله، لكن نروح ناخذ عند ان شاء الله عند الفريج شويه. نروح الفريج، خلينا نروح الفريج. لا شويه، لا الحماس فيني وايد صراحه. نروح الفريج، ما عندنا مشكله. نروح الفريج ونتواصل معاكم ان شاء الله.
مشاهدين ان شاء الله مستمرين معاكم ومع اتصالاتكم والفائزين وياكم والسحب على السيارة الثانية ان شاء الله، لكن بنطلع فاصل بسيط وراجعين نتواصل وياكم، لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السرية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.السرية.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السرية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.السرية.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاهدينا ساريتنا غير في أول أيام عيد الفطر، مستمرين معاكم، لكن قبلها اسمحوا لنا نكرر الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضاً إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج. ما ننسى أيضاً نشكر شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. أكيد مشاهدينا نرجع نذكركم بطريقة المشاركة في برنامجنا. كل اللي عليكم الدخول على الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم المطلوبة، الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، بإذن الله بتكونون مشاركين ويانا ونتصل فيكم. يلا كلها يومين إن شاء الله بإذن يومين. الله عشان تتابعون البث المباشر لبرنامجنا برنامج السارية وأيضا أسماء الفائزين في المسابقة، تقدرون تدخلون على حساب الموروث الشعبي عبر تطبيق الانستغرام. طبعا الحين نتواصل مع المشاركين. أكيد. قول ألو. أقول ألو. مساء الخير سلمان. يا هلا والله سلمان، شلونك؟ عيدك مبارك. يا هلا والله حبيبي، عساك من عواد ان شاء الله. سلمان مكي، من وين تكلمنا الغالي؟ من عالي. من عالي، والنعم فيك وهالعالي كلهم على راسنا يا الغالي. ان شاء الله تكون جاهز حق المسابقه. ان شاء الله باذن الله. اذا احنا جاهزين وين نروح؟ نروح حق الساريه على عند الغالي ام هلال. قلت الساريه ان شاء الله. الساريه يا رب. يا هلا ويا مرحبا بك. يا هلا والله ام هلال. ان شاء الله مستعد وجاهز. ان شاء الله والله نشوف الديره وين بترسيك. افتر يا الديره. ادعوني بك. يلا الساريه يا رب. الساريه ان شاء الله. الساريه والله يا سلمان نتمنى لك الخير ان شاء الله يا رب. يا سلام. مبروك يا سلمان. محمد ليلى الله. ألف دينار. ألف دينار. هلا والله ما قصرت والله. مقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي هذه 1000 دينار اليوم، اول يوم العيد عيديه عليك. بالعافية سلمان. سلمان تسأل كل خير. 1000 دينار مثل ما قالت نيلة من لجنة رياضات الموروث الشعبي والسارية اليوم، ما شاء الله ما شاء بدايتها وايد خير حلو. ما شاء الله عليك يا سلمان. تسأل كل خير يا الغالي. الله يخليك. تستاهل يا سلمان، يعني هذه خيرات السارية في أول يوم العيد. أول يوم العيد والسيارة وراحت ويايين ويايين الخيرات إن شاء الله. إن شاء الله خير يا إن شاء الله. طبعا الحين شنو عندنا؟ عندنا السحب على السيارة الثانية. على السيارة الثانية، وبنبتدي أيضا كالعادة أكيد. طبعا مثل ما احنا عارفين بأن لجنة رياضات الموروث الشعبي تم تأسيسها من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتخضع لإشراف مباشر من قبل سموه بهدف إحياء التراث البحريني. واحنا اليوم ان شاء الله موجودين على السحب حق شنو؟ السيارة الثانية. السيارة الثانية يا رب بتكون من نصيبنا. سؤالنا يقول متى تم تأسيس لجنة رياضات الموروث الشعبي؟ كل اللي عليكم تقولون لنا في أي سنة تم تأسيس لجنة رياضات الموروث الشعبي، والسيارة الثانية اليوم تكون من نصيبكم ان شاء الله. يا رب يا رب السيارة الثانية تكون من نصيبكم ان شاء الله. نشوف السحب. بنشوف ان شاء الله. ام هلال جاهزة؟ جاهزة بإذن الله. معنا الحين السحب الثاني على السيارة الثانية إن شاء الله. رجع قلبي يطق مرة ثانية. كنا ذلين المتسابقين اللي في البرامج، عرفتي لي بيطلعون واحد اليوم بيتم واحد. صار شعورنا كذي برقعة القلب. أي والله. يلا نشوف إن شاء الله خير. الله خير يا رب يا رب. هذا الرقم معنا على الشاشة حيل إن شاء الله نتصل فيهم. ثبت الرقم. نتصل لهم.
ان شاء الله عندهم الجواب. يلا. متى تم تاسيس لجنه رياضات الموروث الشعبي؟ يلا ان شاء الله. تليفوني رن، تليفوني رن، يا رب خير. يرن التليفون في انتظار احد يرد علينا، بس لا تروح الفرصه يا جماعه الخير. ايه الو، مرحبا. اهلين. يا هلا مرحبا، من معانا؟ الو مساء الخير. الو، طبعا معاك برنامج الساريه. لا لا قطع. بنرجع نتصل على نفس الرقم، بنرجع نتصل. بقول لك خلني هالمره احكيها. خافوا والله، خافوا. خافوا. قالت من الريال الغريب اللي متصل فيني. بس الو مساء الخير، فيها فرحه. يلا ان شاء الله بنرجع نتصل فيها. يا رب يا رب خير. يعني رن التليفون، تشيل التليفون ونكلمها ان شاء الله وعندها الجواب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. سؤال السياره، سؤال السيارة. الو الو مساء الخير، الشيخه معاك برنامج الساريه، نكلمك بخصوص السحب على السياره. هلا فيك، تعرفينا باسمك؟ منى ايوب. ايه منى ايوب، ونعم فيك يا منى ايوب. منى انت معانا الحين للسحب على السياره الثانيه. سؤالك للسحب على هذه السياره، متى تم تاسيس لجنه رياضات الموروث الشعبي؟ تعطينا الجواب ولا عليك امر. اي سنه؟ لجنه؟ نعم، اي سنه منى؟ نحتاج السنه. نسامح السؤال مره ثانيه، متى تم تاسيس لجنه رياضات الموروث الشعبي؟ منى اذا ما عليك امر، الوقت كلش قصير، تعطينا الجواب. منى اتمنى تعرفين الاجابه. اعطينا سنه. ما في خيارات؟ لا حبيبتي، للاسف السحب على السياره ما في خيارات. اذا ما عندك اجابه مضطرين ان احنا نسحب على رقم ثاني. يا جماعه الخير نذكركم من اول يوم رمضان والى اليوم، نتمنى فعلا ان تكون عندكم الاجابه. نذكركم بالاسئله على طول، نحط لكم الاسئله على الشاشه، نذكركم فيها شفهيا، نتمنى ان تجاوبونا لما نقول الو. منى نعتذر منك، اكيد راح ناخذ اتصال ثاني ومشترك ثاني معانا، وثبت الرقم، اكيد القرعه ثبتت على رقم من الارقام، ان شاء الله الكنترول بيتصلون فيه ويا رب يكون عارف الاجابه. سؤال سيارة، يعني المفروض الواحد عارف الإجابة مشترك على البرنامج. إيه يعني مجتهد يا رب، إن شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو مرحبا، مساء الخير، معاكم برنامج السارية، من معنا؟ معاك يوسف. يوسف مساك الله بالخير. إيه وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صحة وسلامة. يوسف تعطيني العيدين السعيدين. اللهم آمين. يوسف تعطيني اسمك الكامل؟ يوسف رافع أحمد عيد. يوسف راشد رافع. رافع، يوسف رافع الغالي. سؤالك سؤال السيارة، بتجاوبني بإذن الله بتحصل السيارة. تعرفي أي سنة؟ إن شاء الله 2018. نقول سنة مهلال. يا سلام، عطيب ثبت ثبت. مبروك مبروك عليك السيارة. الله يبارك فيكم. مبروك عليك. ألف ألف مبروك عليك يا يوسف، السيارة الثانية المقدمة في أول يوم عيد الفطر. يا سلام عليك. وهذه كذي سريع، يوسف عطانا بثقة، عطانا الجواب ما شاء الله عليه. الحمد لله. اي والله ثاني سيارة والحمد لله طلعت بالصحة والعافية. يعافيك الغالي. الله يسلمكم. مبروك عليك وسلامنا للأهل كلهم. تسلم يا الغالي. طبعا مثل ما ذكرناكم مشاهدينا، عندنا يوميا سيارتين خلال ايام عيد الفطر المبارك. هذه سيارتين سحبنا عليهم اليوم، سحبنا على السياره الاولى وسحبنا على السياره الثانيه، والحمد لله رب العالمين جاوبونا لما رفعنا التليفون وقلنا الو. بس في ناس كانوا مو مركزين معنا، فيا ريت يا جماعه اللي مشاركين معنا تركزون شوي في الاسئله. ترى سيارتين يوميا. لازم يوميا يحطون بالهم على التلفزيون. ام هلال كذي نصيحه منهم، هم يحطون بالهم على التلفزيون. المفروض تحطون بالكم على التلفزيون، على الاسئله، على الاسئله مالت السياره، لان لما نسالكم تكونون مجهزين الجواب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله امي، ان شاء الله عشان تفوزون. يا اذا راح نشوف السؤال الاول حق ثاني يوم العيد مع بعض، وراجعين لكم ان شاء الله.
جسر بحري يربط الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تم افتتاحه من قبل المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، والمغفور له بإذن الله تعالى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. وقد سمي هذا الجسر بجسر الملك فهد نسبة إلى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبلغ طول هذا الجسر 25 كيلومتر بينما تجاوز عرضه 20 مترا. ويعد هذا الجسر أطول الجسور المقامة في الشرق الأوسط وأكثرها تكلفة، إضافة إلى كونه شريانا حيويا مهما يربط الشقيقتين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا واجتماعيا، كما يعد دلالة واضحة على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. أذكركم بأسئلة السحب على السيارة لباكر ثاني أيام عيد الفطر المبارك. مثل ما شفتوا الفيديو قبل شوي، هذه السؤال الأول: متى تم افتتاح جسر الملك فهد؟ السؤال الثاني للسيارة: متى أو كم عدد البطولات اللي قامت فيها لجنة رياضات الموروث الشعبي في 2019؟ نتمنى أن تعرفون الإجابات عشان تقدرون تسحبون أو تقدرون أن أنتوا تجاوبون على أسئلة السيارة إن شاء الله بإذن الله. طبعاً مشاهدينا، يتقدم سعادة الشيخ عبد الله بن خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس نادي الرفاع الرياضي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أكيد، وأيضا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، مع خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والمستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الداعم الأول للرياضة والأندية البحرينية على المبادرة الرائدة بإنشاء لجنة رياضات الموروث الشعبي والتي يشرف عليها سموه والتي تهتم بالهوية البحرينية الأصيلة وهي الأولى من نوعها على مستوى الخليج، وكذلك كل الشكر إلى طاقم برنامج السارية ووزارة الإعلام والذي أظهر موروث مملكتنا الغالية بصورة مشرفة للقاصي والداني. شكرا 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 سمو الشيخ ناصر بن حمد الداعم الأول للشباب والرياضة، ودمتم بحفظ الله. طبعا هذه رسالة كانت من سعادة الشيخ عبد الله بن خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس نادي الرفاع الرياضي، كل الشكر لك على هذه التهنئة وأكيد تهنئتك لبرنامجنا العزيز على قلبنا. شكرا لك سعادة الشيخ. مشاهدينا طبعا أكيد وصلنا معاكم لختام حلقة أول أيام عيد الفطر المبارك، نتمنى أنكم تكونون استمتعتوا معنا، وأحب أبارك لكل الفائزين معنا في السارية، وننتظركم بكرة في نفس الموعد من الساعة 9
إلى الساعة 11 مساء على شاشة تلفزيون البحرين. أكيد بنكون في انتظاركم. وختاما ودي أشكر كل الداعمين لبرنامج السارية على رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وإلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على تقديم دعمهم لبرنامجنا، وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده وشركة إبراهيم خليل كانو. ونتجدد معاكم إن شاء الله اللقاء بكرة بإذن الله. وصل عشاننا اليوم يا أم هلال، نقول حق الناس بس شنو قبل ما نختمه بالختام معاك أنت يا الغالية؟ مع السلامة نقول لهم. صلينا على النبي محمد. مع السلامة. توديع منك؟ قولي مع السلامة. توديع منك حق الناس؟ مع السلامة يا جماعة الخير، ودنا أن أنتم تكونون معونا، حظكم في البايت بإذن الله، إلى اللقاء غدا. مع السلامة. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. نلاقيكم باكر إن شاء الله. جعل يسلم حمدنا شيخنا صقري وايل، جعل يسلم حمدنا جعل.